يروح يعمل مقابله معهم بدناش، احنا بدنا نشوف حل مناسب لنا كفلسطينيين، يعني بدنا سلام، يعني بدنا او ما يحكيش معنا اسرائيل، يعني على الفاضي اللي بيقعدوا قاعدين هذا على الفاضي، يعني اللي يعني بيعملوا مجتمع بيساووا كل شيء بس هذا ما بيجيبش نتيجه، احنا يعني بدنا شيء يجيب نتيجه، يعني عملتها مره في جنين وهي اخر مره في نابلس، ابصر المره الجايه متى تعملها، هالمره راح 11، المره الجايه ابصر ابصر قديش راح يصير، يعني كل مره القاعده بتزيد ما بتنقص، وقاعدين بيعملوا اجتماعات برضه على الفاضي. هذا مؤتمر فاشل وساقط والمقاومه بيستمر باذن الله حتى النصر. طبعا لا يمكن يعني ان هي حاله وطنيه، يعني لا السلطه قادره توقفها ولا اسرائيل قادره توقفها. طبعا واللي بيصير عكس اللي قاعدين بيطمعوا للشباب، يعني الشباب صار همها الوحيد المقاومه والدافع عن الوطن والدافع عن الشعب، اما الطرف الاخر همه الوحيد انه يرضي الطرف الاسرائيلي والطرف الامريكي بدون مقابل، يعني من غير المعقول انه مجزره يروح 12 شهيد فيها وبعد يومين تروح انت تلتقي مع الوفد الامني الاسرائيلي وجه لوجه، يعني هذا الحكي ما بصير. يعني احنا قدمنا الشهداء والجرحى والاسرى، وفي النهايه انك تروح بكل وقاحه وبكل شو اسمه تروح تقعد معاهم، هذا الاشي يعني ما بصير. يعني بنوجه الكلام لامريكا ولكل الدول اللي بتجتمع بالاردن، انه اللهم صل على النبي يوقفوا مع الشعب تبعنا. ليش اوكرانيا كل العالم بنحازوا لها وبدوها بالاسلحه وبساعدوها، واحنا مجازر علينا وقفوا مع اليهود، احنا بدنا يقفوا معنا احنا دم ولحم زيهم. اجتماع احنا بدنا اللهم صل على النبي اجتماعات ما يخرجوش بحكي فاضي يطير بالهواء، احنا بدنا تنفيذ، يجيب قوات دوليه يقفوا بيننا وبين اسرائيل، لان اللهم صل على النبي الوضع بيتم هيك بيصير مذابح بيننا وبين اليهود ليوم القيامه. بدنا يحطوا حد، يحطوا قوات دوليه يوقفوا زي ما بيقفوا باوكرانيا ومش عارف شو الاتحاد السوفيتي ظالم مش عارف شو، اما عند اليهود ما بيعرفوش انه ظالم، الله بكسحهم. لازم يقفوا مع الشعب تبعنا، يقفوا مع معاناتنا، احنا من 48 بنضحوا وبتقتلوا شبابنا بالدعم من امريكا ولكل دول الكفار هدول الاستعماريه، احنا بدنا يقفوا العالم وقفه عدل. هلا شوف بالنسبه لهي الاجتماعات، يعني ما يعني لا بتقدم ولا بتاخر، يعني هاي بيعملوها بس على اساس انهم يعني طبطبوا علينا، يعني بس قدام الاعلام الغربي على اساس انهم يعني يطلعوا حالهم بصوره حسنه، يعني هذا حكي فاضي، يعني كله ابر بنج مش اكثر، يعني على اساس انهم واقفين معنا وانهم يعني الشعب الفلسطيني. بقول لك القدس طبعا هم يعني ولا له علاقه بهاي الشغلات، بس شغل ابر بنج مش اكثر. احنا بدنا اللي يشتغل صح، يعني مثلا زي وديع الله يرحمه، يعني كان عامل الاحتلال برنامج يومي كل يوم يعمل فيهم مصيبه، ما كانش مهدي بالهم لا مخليهم يعرفوا يناموا ولا مخليهم يعرفوا يتحركوا. يعني الاجتماعات مستحيل تنهي المقاومه، يعني لانه المقاومه بدم الشعب الفلسطيني كله، يعني ما اخذها بالقوه يسترد بالقوه. بس احنا بنحكي لهم الجلسه راح ياخذوها على الفاضي، المقاومه جدوى مستمره وبدها تضل غصبا عنهم ان شاء الله حتى تحرير هذه البلاد باذن الله تعالى. انا بشوف الاجتماعات هاي اللي بتصير بالاردن بحق الفلسطينيين والشعب الفلسطيني والمجازر اللي بيعملها الاحتلال الصهيوني، انه هاي الاجتماعات فاضيه وما فيش من وراها اي انتاج اي شيء، يعني صار كل يوم قاعدين بقتلوا، يعني وفيش فايده من هذا الاشي. يعني هذا الاحتلال الصهيوني كل يوم بقتل، يعني الاجتماعات هاي اللي راح صارت وراح تصير كمان وراح يصير كمان اجتماعات مش راح يصير اي فايده.